أبعد بياض الشر أمور مسكنا سوى القبر؟ إني إن فعلت لأحمق. يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا، وينعاني إلي فيصدق. تخرق عمري كل يوم وليلة، فهل أستطيع رفع ما يتخرق؟ كأني بجسمي فوق نعشي ممددا، فمن ساكت أو معولي يتحرق. إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا، ودموعهم تنهل هذا الموفق. وغيبت في صدع من الأرض ضيق، وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق. ويحثو علي الترب أوثاق صاحب، ويسلمني للقدر من هو مشفق. فيا رب كن لي مؤنسا يوم وحشتي، فإني لما أنزلته لا مصدق. وما ضر لي إني إلى الله صائر، ومن هو من أهل أبر